أما هلأ رح ننتقل لمحطتنا الأخيرة لليوم مع مساحتنا الطبية، رح نحكي فيها عن دور الجراحة التنظيرية في تدبير الأمراض والفرق بينها وبين الجراحة التقليدية، مميزاتها، هل تصلح لكافة الحالات المرضية والجديد في هذه الجراحة، جميع الأسئلة والتفسيرات رح يحكي عنها الدكتور أحمد نسيب عرقسوسي، استشارة الجراحة العامة والصدرية والتنظيرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور، سعد صباحك. عم نحكي اليوم عن جراحة دخلت بمعظم الحالات المرضية، خلينا بداية نعرف شو هي الجراحة التنظيرية. الجراحة التنظيرية هي جراحة حديثة تقريبا صار لها 30 سنة، الغاية منها هي انه اجراء التدخل الجراحي المطلوب باقل وضع، اقل يعني اقل غض، اقل الم للمريض، عرفت علي كيف؟ الحقيقه اول جراحه تنظير بالعالم هو الفرنسي موريه بال 1989، عرفت شلون؟ اجرى اول عمليه معاها بالتنظير ووصفها بشكل عام. شارك بهذاك الوقت 1989 باكثر من مؤتمر بالعالم لينشر ويشرح الطريقه الجديده بالجراحه. اول فتره صار في كثير معارضه من الجراحين التقليديين، عرفت شلون؟ انه انا كيف بدي امن انه افوت ثقوب صغيره وكذا. حقيقه تطور العلم، تطور العدسات، البصريات، المناظير، شركات التجهيزات الطبيه اللي عم تظبط كذا شلون، خلى انه هالجراحه كل ما لا تتوسع، وتقريبا اخذت حاليا حيث فوق ال 70% من ممارس الجراحيه حول العالم. مبدا الجراحه التنظيريه هي نحن احداث جوف ضمن نفخ غاز سي او 2 ضمن جوف البطن، او ممكن بدون جوف بالصدر، او ممكن بالعصبيه بالمفاصل كذا يعني، تمام؟ دخول بشقوق كثير صغيره، احيانا الثقوب عم تكون 2 ملي 3 ملي، عرفت شلون؟ بحيث نحن نساوي التداخل الجراحي المطلوب عبر 4 أو 5 ثقوب على العضو المطلوب. طيب خلينا نحكي عن الجراحه التنظيريه في تدبير الحالات المرضيه، يعني مثل ما قلت هي من 30 سنه بلشت، بس كنا نشوفها بشكل بسيط على بعض الحالات، اليوم عم نشوف تطور اوسع للجراحه التنظيريه. خلينا نحكي عن الحالات المرضيه، يعني الجراحه التنظيريه وين بنشوفها اكثر شيء وانجح شيء؟ يعني نحن هلا شو صرنا نشوف؟ المراره بتنظير، الزايده تنظير، سابقا كان في شق كبير، اليوم عم نشوف توجه اكبر للجراحه التنظيريه. تمام، هلا نحن حاليا يعني صرنا نحكي بكل اريحيه، شلون؟ اي تداخل جراحي تقليدي يمكن اجراؤه بالجراحه التنظير بشرط توفر الادوات وتوفر التجهيزات الطبيه المناسبه. مشكلة الجراحة التنظيرية شغلة واحدة بس، انه منحنى التعلم فيها عم يكون بده فترة أطول، يعني مثلا مرارة تقليدية بالفتح ممكن يساعد بعشر مرارات الطبيب المقيم، يشتغل 10 تحت إشراف بعدين بيشتغل لحاله مثلا. بالجراحة التنظيرية بتاخذ فترة التعليم بتاخذ فترة أطول، بحتاج انه يساعد بشي 50 عملية، عرفت شلون؟ ليشتغل 50 تحت إشراف لحتى يشتغل، تمام؟ فهي المشكلة هي الأساسية، منحنى التعلم فيها بياخذ وقت أطول شوي صغيرة. هلا شغلات لانه معيار ذهبي، عرفت شلون؟ المرارة صارت يعني بالتنظيف 99.9% من حالات تنظيف، عرفت شلون؟ الزايدة خاصة عند النساء، عرفت شلون؟ ممكن نحن عشان نشخص إذا في آلام حوضية أسباب ثانية مثلا مبيض كذا، عرفت شلون؟ فالزايدة صارت كمان بيقولوا معيار ذهبي إنه تنشغل تنظيف. هلا جراحات البدانة كلها عم تنشغل بالتنظيف. هلا في شغلة كثير مثلا مهمة، مثلا بعملية التبرع بالكلوي، عرفت شلون؟ قطف الكلية صار عم يصير بالتنظيف، فنحن عم يتبرع بكليته، هم نعمل له شق كبير، عرفت شلون؟ وألم وكذا، عرفت شلون؟ فحتى صرت عم تنشغل بالتنظيف. كيف الكلية اليوم عم تنشغل بالتنظير؟ يعني 4 5 ثقوب، عرفت شلون؟ وبتنقطف الكلية بكل سهولة، عرفت شلون؟ بتوسع شق من الشقوق تقريبا شكلها، وبتطلع الكلية بكل بساطة. طبعا زملاء دكتور عمار يمكن زمان طبعا بيشتغلوا جراحه بيشتغلوا زي الكلية بيحكوا لك هاي بالتفاصيل اكثر، بس يعني نحن انه يعني عم خفف كثير من الم المريض، انه هو فوق عم يتبرع بالكلية او كذا شلون، كمان نحاول انه العمليه تبعت تكون انه ما تكون غاضه كثير ومؤلمه فتره طويله، عرفت شلون؟ ميزه الجراحه التنظيريه بشكل عام نحن عندنا دائما انه شقوق اقل، الم اقل، فتره استشفاء بالمشفى او بالبيت اقل، قابليه الاصابه بانتانات الجروح عم تكون تقريبا شبه معدومه، عرفت شلون؟ فهي كلها ميزات على الجراحه التقليديه. هلا هي بس نحن لحتى نوضح للناس كجراحه تنظيريه بشكل عام، هي يعني نحن هي احد الطرق والوسائل عم نشتغل فيها الجراحه بشكل عام، مو معناها انه نحن مثلا يعني لا قدر الله مثلا كان في تشوه معين او صار اختار انه اذا قلبت الجراحه لمفتوحه معناتها انه صار انه في خطا او مشكله، لا، هي نحن اسلوب الامثل للمريض انه نحن يستفيد، انه
يعني من العمليه يساوي باقل رد باقل كلفه باقل الم عفوا. هلا هذا بشكل عام بالجراحه العامه بالصدر عندنا معظم الشغلات يعني استئصالات خجل ودي حكينا اكثر ما بعرف شلون عمليه ذهبيه كثير صارت تنشغل بالطنزيه تمام. هلا زملاء العصر هي هدول القصاص هلا في شغلات بالجلد ما في شو بدك تنظيم مثلا الشغلات السطحيه كذا عرفتوا الفتو شلون على منحى كثير كبير انه تنشغل تنظير افضل عرفتوا كيف. فيعني نحن تقريبا قلت لك يعني معظم العمليات بتنشغل كجراحه تقليديه اوبن ممكن تصير تنظير شلون شرط مثل ما قلت لك تكون في تجهيزات مناسبه وادوات مناسبه. نحن مثلا بالعمليات البدانه نحن الاستابلرات كيف تحولت من استابلرات اوبن صارت استابلرات تنشغل بالتنظير فرقت معنا كثير. فهن حقيقه عم يتسابقوا اثنين مع بعض شلون شركات التجهيزات وشركات الادوات شلون دائما تامن لك احسن اداه للشغل والتجهيز المناسبه. بقى كنا نشتغل دائما يكون في عندك تمام مندوب شركه التجهيزات الطبيه يكون معك حاضر مثلا انه هالبنس هذا بدك تحنيه هيك هذا شو بدك تسوي فيه كذا شلون. فهن دائما الحقيقه شلون يعني كل يوم عم يطوروا شغلات جديده حتى يسهلوا كثير الجراحه التنظيريه. هلا قلت لك الاستابلرات عم تمشي بعض شنو نحن مشكلتنا الاساسيه بالجراحه التنظيريه هي انه منحى مثل التعلم والخبره بتاخذ فتره اطول من الجراحه العاديه. فينا نعتبرها شيء من سلبيات الجراحه التنظيريه؟ لا اليوم؟ هي مو سلبيه. نحن هي موضوع محاضره رح نحكيها بمؤتمر الجراحه التنظيريه بيصير ب 6 تشرين القادم بتوصف شنو هي. نحن انه التحديات تبعتنا الاساسيه يعني نحن في الفتره الماضيه قبل الازمه اللي صارت كان دائما زملاء ونحن وكلها شلون كل واحد يطلع له بالسنه 4-5 دورات تدريبيه كل شيء جديد. هلا الصعوبات اللي عم تصير علينا شلون ما نقدر نامن الاجهزه مثل ما بدنا بطريقه بدنا اياها ونفس كمان التجهيزات اللي بدنا اياها مثلا استابلرات كذا كمان عم تكون كلفتها اكبر صحيح. وما عم نامن بدنا اياها وبنفس الوقت الدورات التدريبيه يعني صارت محدوده شوي صغيره شلون مو مثل الاول شلون المستوى الاول كان دائما يعني مثل ما قلت لك اقل زميل او اقل واحد فينا كل سنه يعني 4-5 دورات شلون بانحاء العالم متفرقه شلون عم نجيب شيء جديد شلون. فهي يعني صعوبه صغيره لكن كمان على وجود الانترنت والتواصل كذا شلون يعني عم نحاول نتغلب عليها شوي نتجاوزها اكيد. هلا نحن عاده يعني الحمد لله يعني ما حكينا نفس المكان اكثر مره شلون ما في عمليه عم تصير بالعالم حاليا بالتنظير الا الزملاء عندنا هون شلون نحن يعني عندنا قدره انه ان شاء الله نساويها شلون. بس نحن مشكله التجهيزات هي اللي احيانا بتوقف عائق لانه بنعرف تختلف اساسا الادوات والتجهيزات مع الجراحه التنظيريه. بس ما تحدي هي العوائق والصعوبات ممكن نشوف توسع اكثر للجراحه التنظيريه في تدبير الحالات المرضيه يعني على نطاق اريح. التوسع بشغلتين قلت لك يعني الاول شغله انه انت توسع بالكميه الناس المدربه شلون وكميه الاماكن المجهزه انه تشتغلي فيها. التوسع الثاني هو من حنا نحن التعلم كل ما عم تعلم واحد شغله عم يفتح دم وافاق اكثر. هلا احد الشغلات بنحكيها دائما مثلا نحن للزملاء تبعتنا جدد كذا شنو كتاب شوارز اهم كتاب بالجراحه كيف طبعا قبل يعني مو الحاليه اللي قبلها شنو كان حاطين غلاف تبعته انه برج تنظير وناس عم تشتغل بالتنظير. غلاف طبعا الموجوده حاليا صار لها سنه شنو حاطين لك انه لا جراحه الروبوت ديفينشي كيف عم يشتغل عمليه بالروبوت شلون الطبيب قاعد بمكان والمريض قاعد بمكان ثاني كمياتهم الاف الكيلومترات شلون والطبيب بمكانه عم يساوي العمليه اللي يعني بالدقه تبعتنا التدريب تبعتنا شلون. فالتحدي الاكثر هو حيكون هلا شلون حاليا بعد التنظير راح يكون جراحه الروبوت والشيء الثاني حيكون جراحه النانو شلون انه ادوات كثير دقيقه شلون توصل اهداف كثير يعني عاده حاليا عم نشوفها بجزء بتكون غير مرئيه يعني عم تجي على مستوى جزيئات شلون الطب تقدم على طول بشكل مستمر. بس حاليا هلا شلون يعني قلت لك يعني التنظيم وجراحه التنظيم عم تاخذ حوالي 70-80% من الممارسه الجراحيه بشكل عام. حكينا عن التوسع وعن الايجابيات وعن الفروق بين التقليدي والتنظيري. في سؤال اخير دكتور اليوم شو الجديد بعالم الجراحه التنظيريه؟ في شيء جديد عم تحضروا شيء جديد؟ هلا نحن نحضر للاطباء زملائنا جدد واطبائنا بشكل عام. نحن قلت لك في عندنا مؤتمر هلا ايمتى حيكون؟ 6 شهر بطرطوس 6 و7 شهر بطرطوس. وين؟ بطرطوس فندق رويال اينا. مين حيعطي ال معظم الزملاء تبعتهم بدنا شلون؟ نحن يعني اكيد زملائنا مشفى الاسد الجامعي يعني شلون الحيز الاكبر شلون؟ بس نحن كمان قلت لك يعني على مدار سوريا كلها في خبرات وحقيقه يعني صاير مثل متقسيمه كل واحد يعني متخصص بشغله او متميز بشغله شلون؟ فعم نحاول نحن هالخبره هيدي يعني
خبره الكبار شلون توزع او تنتقل للزملاء الجدد شلون. هي التحدي، التحدي الاكبر قلت لك نحن حاليا نحن التقنيات اللي عم تطلع حديثه شلون نحاول نوصلها بسرعه لبلدنا حتى نحن المرضى يستفيدوا يعني باكثر فائده شلون خلال اقل فتره يعني. يعني فترة بين انه الشغل عم تكتشفوها بقى او عم يشتغلوها بقى شلون لتوصل لعنا شلون. الفترة الماضية قبل الأزمة كانت ما تاخذ شهر تكون التقنية صارت عنا شلون وحدا طلع دقاب عليها، هلا حاليا عم تاخذ عم تكون يعني متأخرة شوي بس إن شاء الله عم نحاول نحصلها بشكل أسرع. أكيد بدنا نشكرك دكتور أحمد نسيب الرئيسي استشاري الجراحة العامة والصدرية والتنظيرية على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق أكيد بالمؤتمر، ومثل ما قلت إن شاء الله يا رب كل هاي العقبات والصعوبات يا رب هيك نشوف نزالت يا رب وفي تطور أكبر بمجال الجراحة التنظيرية. شكرا كثير. شكرا دكتور لحضورك اليوم وصباحك صحة وسلامة لك ولنا ولكل حدا مرافقنا بصباحنا اليوم. شكرا دكتور.